رائع مع نادي الريان في ذلك الموسم، موسم 2004. انتقل بعد ذلك حسين علي بيليه الى نادي الغرافه، ايضا قدم عطاءات جميله. الهجوم لمصلحه النادي الاهلي، محاوله المرور خطيره، التوغل، جول 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 اول، جول اول لمصلحه الاهلي، لمصلحه الاهلي. الاهلي دانيال ميلان السردي، لاعب نادي الاهلي البحريني القادم من المنامة البحريني، يسجل اول اهداف المباراة واول الاهداف لمصلحة الاهلي في ضربة حلوة. شوف الفرحة، شوف الجماهير المستانسة التي تتغنى وتطلق الاهازيج الان فرحا باول الاهداف التي يسجلها الصبي دانيال ميلان لمصلحة الاهلي البحريني، يتقدم الان بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 19، في الدقيقة 20 يولع المباراة دانيال ميلان، يشعل المباراة الاهلي.